كنت عايزين نعرف الأول فكرتك جت منين ان انتي تعملي حاجة زي كده، ان انتي تكوني مختلفة عن اي حد من الديزاينرز، فالفكرة جات لك اصلا منين؟ اولا اهلا بيكم ومنورينا ومرسي لاهتمامكم انكم جيتوا. اسمي شيماء الجابي، مصممة ازياء تراثية. بحب قوي التراث المصري، شايفة انه مميز جدا عن اي تراث تاني، يمكن علشان عندنا كذا محافظة في مصر وكل محافظة تقدري تطلعي منها قيمة فنية كبيرة. انما لو جينا نتكلم على مثلا الهند، هتلاقي اللي بيميز الهند حاجة واحدة مثلا او حاجتين، بنلاقي مثلا الساري وبنلاقي البنجابي. لو جينا نتكلم على المغرب هتلاقينا بنتكلم على القفطان المغربي. انما لما جينا نتكلم عن مصر هتلاقي مصر فيها كل محافظة فيها قيمة. زي مثلا لو جينا نتكلم على الصعيد هتلاقي حاجة اسمها التوب التلي، التوب يعني جلابية. لو جينا نتكلم مثلا على البدو بصفة عامة، في اسمه توب العروسة. واحد سيوة بتلاقي فيها برضو شغل مميز، فتقدري تعملي سبوت على كل قطعة. يعني عندك كذا قطعة في مصر من كذا محافظة بتميزك وتقولك دي مصر. انما برا في اي بلد بتلاقي شغل مميز البلد بس حاجة واحدة، انما احنا عندنا حاجات كتير، فلازم نعمل فوكس على الحاجات الكتير دي ونقول ان احنا عندنا قطع لا تقدر. يعني الفن عندنا ما شاء الله، الناس القائمة عليه ناس بسيطة جدا 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 من كل محافظة، بس بيطلعوا قيمة فنية فظيعة بإيديهم. ما عندهمش مقاومات شركات ولا تكييفات ولا حاجات بتريحهم، بس مع كل دوت بيطلعوا قيمة فنية وهمية. وأنا شايفة ان ده حاجة مهمة قوي ان احنا نعمل عليها سبوت ونبينها للعالم كله، عشان كده هو ده اللي واخد اهتمامي. شيم، ايه لو يعني لو اتكلمنا على الانجازات اللي انت عملتيها في المجال ده، فانت شايفة ايه الانجازات اللي انت وصلت لها في حاجة زي كده؟ اتعلمت حاجة. بصي، كل شوية بتعلم حاجة، كل محافظة بخشها بتعلم من أهل المحافظة حاجة. يمكن أنا مش ماسكة ورقة وقلم ولا كتاب وبقرا، بس يمكن بخش على النت أشوف هما بيحبوا ايه أو بيعملوا ايه وبتعلم. بلس ان هما بيقولوا لي احنا ده اسمه كذا وده اسمه كذا وده اسمه كذا، فعندي الخبره اللي بجيبها من كل قطعه او من كل مكان بتبقى زي خبره عمليه مش خبره ثقافيه. فده طبعا it's not enough. ما احنا نيجي نتكلم على انك انتي ماسكه تراث بلدك، ما ينفعش بس نتكلم على بشر بيعلموكي او الناس بتعمل ايه، فانتي بتسمعي يعني بتسمعي وبتطبقي ده. لا، انت لازم برضو يبقى عندك وعي ثقافي انك تخشي تشوفي البلد دي الازياء بتاعتها شغالة ازاي والناس دي افكارها ايه، عشان يبقى عندك قيمة اعلى. يمكن هو ده اللي انا عايزة اشتغل عليه، يعني ده اللي مفتقده وده اللي انا شايفة ان محتاجة اشتغل عليه اكتر. انما كل يوم بتعلم حاجة اكتر، وكل يعني كل ما بتعلم اكتر بحس ان تراث بلدنا ما بيخلصش، والفن بتاع الناس دي يعني لازم ينشر بأي شكل من الأشكال. بيجيلي الطريقة بطريقة غير مباشرة، يعني لما يجيلي حد مثلا رايح مهرجان كان يقولك اعملي لي اوتفيت، تحسي بإيه؟ ممكن حاجة يعني بسيطة بس قد كده انتي واثقة فيا ان انتي هتمشي على الريد كاربت، فكان بقطعة تراثية، فده بيعمل لي ثقة في نفسي غير طبيعية، وبيحسسني ان مش انا لوحدي اللي عايزة اعمل نشر للثقافة التراثية، لا في ناس كتير كده، مش انا بس. وبنضيف لبعض، بحب قوي الناس اللي هي بتحب تبقى مميزة، مش بحب الناس اللي بتبقى بتلبس لمجرد انه اوتفيت وانا نازلة، لا هي فاهمة ده ايه وفاهمة قيمته قد ايه عالية. دول الناس اللي بحب قوي اشتغل معاهم، انما اي حد شايف ان ده شغل هاند ميد وفكره حلوه، لا انا مش عايزه فكره،
فكرة تقدري تشتغلي على أفكار كتير. وشوشة. الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org